علاقتي أنا والمحمية بلشت بالتقريبا بالتسعينات بآخر الثمانينات بوقت كانوا جروب ناشطين يشتغلوا يزرعوا. كل هالمرحلة رفقتهم فيها أثرت كتير فيي، وأنا شخص بحب البيئة وبحب الطبيعة يعني، وضليت معتبر إنه هالمحمية هي جزء من حياتي وجزء من مستقبل أولادي. هيدا جزء مثل واجب علينا نهتم بهالبيئة، نهتم بالمحمية بالجبل. المهم كتير بحضير المشروع دراسة إدارة المحمية يلي هو أساسي لتطوير أي محمية أو أي منطقة بيئية. على أساسها منروح على مشاريع تاني، منها إعادة التحريش والتنمية السياحية. هذا المشروع بيأمن خطة كاملة وديمومة، يعني sustainability هيدي عنصر أساسي بأي مشروع من هالمشاريع اللي بتطبق.